الشيخ الملا، يعني اليوم في مدرسة الإمام علي يعني مواعظ كثيرة، يعني وأيضا تحدث الشيخ العقابي يعني عن إنسانية الإمام علي. أريد نتحدث عن علي وهذه المدرسة الفكرية الكبيرة الإنسانية، راعي اليتيم، اللي يؤمن بالتآخي، اللي يؤمن بالسلام، اللي يؤمن مع العلم. علي كان كل شجاع يعني، وبطل من أبطال الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولسماحة الشيخ والدكتور العزيز وللسادة المشاهدين، ونجدد التعزية للعالم الإسلامي وأحرار العالم باستشهاد سيدنا علي بن أبي طالب. بالحقيقة إذا أردنا أن ننطلق في الحديث عن سيدنا علي لابد أن ننطلق من خلال القرآن الكريم. القرآن هو المفتاح. نعم سماحة الشيخ، أعرف دكتور أيضا متخصص بقضية الإعجاز. هنالك آية في القرآن لا يلتفت لها بعض الناس. نعم الآية تقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. يجي واحد يقول هذه الآية تتحدث عن يوسف عليه السلام، عن الأنبياء، نقول له نعم، القاعدة القرآنية ماذا تقول؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. هذا القرآن من أول الآخرة، من نجي نطبق هذه القاعدة نشوف هذه، من نجي على مقاسات سيدنا علي عليه السلام ورضي الله عنه نشوفها مطابقة. خلي نقرأ مرة ثانية. نعم. لقد كان في قصصهم عبرة. سمع الشيخ تطرق أنه إحنا مو بس من نتحدث، ليش نتحدث؟ نتحدث حتى الفقير يصير له نوع من القناعة. نعم. لأن علي فقير، الغني حتى يفتهم ويتعلم من كرم وسخاء سيدنا علي، الحاكم هم لازم يتعلم يشوف. نعم. نفسه كحاكم، من أبوية علي عليه السلام كحاكم، حاكم على نوعين. ها. نعم. حاكم هو يدعي أنه منتمي إلى مدرسة علي بن أبي طالب، هذا أكثر يشدد عليه. نعم. وحاكم هو ما يعترف بالدين، بس نقول له تعال شوية، هذا نموذجنا، هذا نموذج عندنا إحنا كمسلمين، أكو شيء اسمه علي بن أبي طالب. المصيبة العظمى وين؟ في الذي يدعي أنه ينتمي لمدرسة علي. هنا نسأله: نعم. ماذا قدمت؟ إذا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذا واحد، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي. نعم. وتفصيل كل شيء، نقرأ سيرته حرف حرف، وهدى، يعني من نتحدث الآن إحنا في هذا المجلس بسيرة علي، بس مجرد نتكلم بسيرته، بأي نوع من السيرة تنزل علينا الهداية وتنزل علينا الرحمات، ونحن بأمس الحاجة اليوم. صحيح. بأمس الحاجة باعتبار هذا الوباء وهذه الأمراض والمشاكل اللي تواجه العالم الاقتصادية، بأمس الحاجة إلى أن نلجأ لمثل هؤلاء. لكن السؤال الذي ينبغي علينا أن نطرحه بقوة: هل استطعنا نحن كمسلمين، أنا ما أقصد المسلم. نعم. اللي يجي يصلي وراء شيخ مجيد في جامعه أو مسجده أو يحضر خطبة، ما نقصد هذا المسلم البسيط. نعم. إحنا نقصد المسلم الذي يصل إلى مصدر القرار، هذا المسلم. نعم. شنو قدم لمحبة علي بن أبي طالب؟ أنا أدعي أقول أنا أحبه، شيخ مجيد أيضا، هذا حدودنا، نقول إحنا ندعو. نعم. الناس إلى محبته، نتكلم عن آثاره. المسؤول لا، ما يتكلم كلامنا. المسؤول نقول تفضل، صح شيخ مجيد قال عن 5 مليون، طبعا أنا ألي بها تعقيب، 5 مليون خب هي ما جت من الآن، إحنا عندنا 50 سنة 40 سنة حرب مستمرة عندنا، مو صحيح؟ نعم. فهذه مخلفات هذه الحروب. الذي أريد أن أصل إليه إيش؟ هل استطعنا أن نعكس سيرة علي على أعمالنا اليومية، على منهجنا، على تصرفاتنا، على تعاملنا مع الآخرين؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذكره يمكن سماح الشيخ. نعم. يعني هل فقدنا من جزء من منهاج الإمام علي عليه السلام؟ نعم. هل فقدنا؟ مو فقدنا، احنا مو يم الموجود. نعم. انا تدرون بي انا صريح. نعم. يعني سواء اللي يدعي انه منتمي لمدرسة اهل البيت وطرش ذاننا بهالحكي هذا، وسواء اللي يقول لا انا ما اعترف، انا امشي على الإسلام عامة، كلاهما لم يقترب
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. في هذا الحديث يسمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يسمع كلام النبي فيصيح بأعلى صوته يقول هنيئا لك يا ابن أبي طالب، يعني حزده غبطة على بخل أنه بخل لك يا ابن أبي طالب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني يا علي إني أحبك فلا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا إلا منافق. المحبة من ست هيفاء، مصحيح؟ المحبة من ست هيفاء إلى سيدنا علي تختلف من المحبة إلي أنا كرجل دين. نعم. المحبة لوزير أو لحاكم تختلف، كل واحد على مستواه. صحيح. الأستاذ الدكتور بالكلية وبجامعته يحب سيدنا علي من خلال عمله، من خلال منهجه، من خلال اختصاصه. ولذلك إحنا أضعنا البوصلة مع الأسف الشديد في هذه الليلة. إذا نريد نقدم حقيقة تعزية حقيقية إلى سيدنا علي، خلي نجي أول ما نذكر حكام العراق. نعم. ليش حكام العراق؟ وبالدنيا كلها في حكام. نقول حكام العراق لهم علاقة بقضية الكوفة، لأن الكوفة بالعراق. نعم. عاصمة العالم الإسلامي، عاصمة علي. نعم. بن أبي طالب نقله. تدرين هذا على نقل الخلافة سيدنا علي قد تحمل كلام وتجريح من المسلمين. لكن إجا باحث منصف قال أنتم تدرون ليش يعني سيدنا علي ليش حول الخلافة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة؟ شنو الكوفة؟ نعم. فإجا يعدد مثلا، هذا ضروري أبنائنا يعرفوه حتى لا يجي بالفيس وكتب وقال يصدق هاي شنو ليش حول الخلافة، هو إيش دمر الدين غير فلان وفلان، هذا كلام ينحكي. نعم. لكن إجا هذا الباحث قال لا، أولا تحويل الخلافة الكوفة والعراق، خي سمعون المسؤولين حتى يعرفون قيمة العراق. العراق هو مركز التقاء العالم. نعم صحيح. العراق مركز التقاء العالم. فأنت يا وزير، أنت مو وزير بالسعودية ولا وزير مصر ولا وزير بتونس ولا بالجزائر، مع جل احترامنا. نعم. لكل أشقائنا العرب والمسلمين، أنت وزير بالعراق. صح. تعرف شنو أنت وزير بالعراق؟ أنت ملتقى العالم، فأنت أنصف الناس وأنصف نفسك. نعم. فقال مثلا أولا مركز التقاء، بعدين قال هذه المناطق مناطق محترمة. ولذلك دائما قراءتنا إلى سيدنا علي، نحن إذا ردنا نقرأ سيدنا. نعم. علي ونتكلم عنه. نعم. راح أرجع لك. ايه بس أعطيك هذا. نعم. الجدول وتتفضلين. الجدول الصحيح اللي لازم نرسمه، سيدنا علي قبل الإسلام شنو؟ سيدنا علي بعد الإسلام شنو؟ صحيح. وسيدنا علي المهم هنا ما بعد وفاة رسول الله، هذا يخافون الناس يحجون به. يعني هذا هو لم مهم يسجد جداً. لسنة من قط، يعني هذا الشيء. نعم. كبير جدا قبل كلام الإسلام كثير. يعني كلام كثير. وأيضا